أهلا ومرحبا بكم. نداء استغاثة. اليوم اتصل بي هيثم جرفة، وهو من أوكرانيا. عندنا قرابة بين 170 و200 تونسي ديزيتيديون، طلاب مشاو يقراو ما بين الجامعة الطبية وما بين البوليكلينيك. هيثم جرفة هو سان اتيديون بروميير اني ماستر في الطاقة المتجددة. لقينا صعوبات كثيرة وكبيرة باش يرجعوا لتونس. الوضع أبارامون قاعد يتأزم، الناس ماهيش قاعدة تحترم في الحجر الصحي في أوكرانيا. مشكلة ليزيتيديون هذوما اللي هما قلت لك العدد نتاعهم حسب التقريب ما بين 170 وما بين 200 اتيديون، متفرقين ما بين كذا جامعة، منها الجامعة الطبية ومنها الجامعة اللي هي البوليكلينيك. ف المشكلة الكبيرة هي توا يمشيوا للسفارة نتاع روسيا، تقول لهم انتوما تابعين بولونيا، شو بولونيا، يمشيوا لبولونيا يقولوا لهم لا انتوما تابعين روسيا. فقعدوا يلعبوا ما بين زوج سفارات ومش لاقين حل. فما برشا مشاكل قاعده توا باتصال. انا كنت مع كما قلت لكم هيثم جرفة، وهو اللي في مدينه اوديسا، وهي مدينه في الجنوب بتاع اوكرانيا. مشاكل كبيره، منها انهم مشكله البنوك للاسف الشديد. حسب ما يقول هيثم، يقول انه المواطن التونسي يعامل كمواطن درجه ثانيه، قاعدين في البنوك يتعاملوا مع يلي حال الكونت في البنك، والا اللي هو اوكراني يبجدوا في الاوكرانيين على التوانسه. هذا حسب قول هيثم جرفة كما قلت لكم. فعندهم صعوبات انهم يجبدوا الفلوس، وفما دي زيتيديون اللي امهم وابوهم اللي هما مستانسين يبعثوا لهم، انتوا تعرفوا الدنيا واقفه وما فماش فلوس، وما عادش حتى الاولياء قادرين هم ينجموا حتى يبعثوا، بخلاف انه المعضله الكبيره اللي قلت لكم اللي البنوك ماهيش متعاونه برشا مع التوانسه باش ينجموا يجيبوا فلوسهم، وفما بعض البنوك مسكره بيان سور. هذا الكل اللي كما قلت لكم، اللي فما 170، ما بين 170 و200 تونسي، 200 تونسي كلهم دي زيتيديون يقراوا غاديكا واحلين. الحمد لله هو قال لي انهم ملتزمين بالحجر، لكن كي يبداو في محيط الشعب كله يمشي للبحر ويمشي نهار شمس يهبط للبارك، معناتها تفهموا وش معناتها وضع الخطوره اللي هما فيها. هما ما هم طالبين حد شيء، طالبين ان فيزا في تونس يسمحهم. انا نتمنى الفيديو هذا بارتاجه، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يوصل للوزاره الخارجيه نتاعنا، وانا نعرف اللي هي قاعده معناتها عامله مجهودها باش تروح بالتوانسه اللي عالقين. فماذا بيا، ماذا بيا لو كان بارتاجيو الفيديو. فما راهو ولادنا في اوكرانيا يستنوا فيكم، يستنوا انهم تعاونهم. اقل حاجه انك تبارتاجي الفيديو، انهم تعرفوا اللي فما تقريبا قرابه ال 200، ما بين 170 و200 اتيديون لاقين مشاكل كبيره. توا لاقين ما ياكلوا، نهارين ثلاثه ما نعرفوش شنو ينجم يصير. فما حاجه اخرى، فما عندهم فما 90% من الطلاب هذم الجامعه الطبيه نتاعهم ما عادش يهزوا عليهم في التليفونات، يلزمهم ترخيص انهم ياخذوا ترخيص من الجامعه نتاعهم باش ينجموا يهبطوا لتونس. ديجا هذه المشكله الاولانيه اللي مش لاقين حد يسمعهم وحد يعطيهم وثيقه الترخيص انهم يرجعوا لتونس. ثاني حاجه كما قلت، راهو السفارات قاعدين يلعبوا بيهم. سفاره روسيا تقول امشيوا لبولونيا، وسفاره بولونيا تقول امشيوا لروسيا. فمن فضلكم عنا اولادنا مرميين في اوكرانيا في خطر. ان شاء الله ان شاء الله يوصل الفيديو هذايا للناس الكل، بارتاجيو، ونتمنى نتمنى يا ربي يرجعوا سالمين غانمين. كما قلت لكم الطفل اسمه هيثم جرفة اللي انا اتصلت بيه، هو بخبي غاني ماستر في جامعة بوليكلينيك. فنتمنى نتمنى بارتاجيو الفيديو. عنا قرابة ال 200 اتيديون في أوكرانيا يلزمنا نروحوا بهم. هذايا كان النداء الاستغاثة اللي أنا تواصلت معاه هيثم، ومشكورة عليه، هو اللي وصلني بهيثم. وأصدقائي وصديقاتي وزملائي الإعلاميين نجموا تتصلوا بيا. هيثم غدوة وعدني باش يعمل فيديو، وإن شاء الله نهبطوا على باشتي باش هكاك الصورة تكون واضحة أكثر، وإنهم تسمعوا منكم ليكم للمصدر. هذا مهم جدا، ويا ربي يا ربي يكونوا هما لاباس، وربي يبقى عليهم الستر ان شاء الله. وما طالبين حد شيء، طالبين يروحوا لتونس.
ان شاء الله في اقرب الاجال، وان شاء الله الامور تتحرك، وان شاء الله انتوما تبارتاجيو لو ماكسيموم بوسيبل باش المساج هذا يوصل. فما حكايه اخرى هي اخت اوكرانيا، عندي مواطن تونسي زال اتصل بيا، للاسف الشديد هو كان في مصر وما سمع حد شيء لانه ماهوش على اتصال دائم بالفيسبوك وبالمواقع الاتصال. فزاد فما طفل اسمه نادر، ان شاء الله يا ربي نحاول نعاونه لو ماكسيموم. اللي يحب يعاونه، اللي يحب يتصل بيه، يا با سوسي، نوامره عندي، رقم امه عندي، فربي يقدر الخير، وان شاء الله ان شاء الله نكونوا نعملوا حاجه لولاد بلادنا. ما نوصيكمش بارتاجيو الفيديو، راهو سي تري امبورطون، راهو هو احنا هوني نعملوا اضعف الايمان. قاعد في دارك بارتاجي الفيديو باش نعاونوهم. نعاود نقول فما قرابه ال 200 طالب اتيديون عالقين في اوكرانيا، السفارات تلعب بيهم، كل سفاره تقول لهم روسيا، سفاره روسيا تقول لهم مشيو لبولونيا، بولونيا تقول لهم لا ارجعوا لروسيا. فهما توا معناتها مصيرهم ماهوش واضح. الحمد لله اللي هما ملتزمين بالحجر الصحي وما يخرجوش، لكن للاسف الشديد جامعاتهم ماهيش متواصله معاهم، ما همش عارفين كيفاش باش يروحوا. مطلب وحيد ان شاء الله يا ربي يرجعونا لاباس وفي صحة جيدة. نعاود نقول إن شاء الله غدوة هيثم القرفي، هكا قرفة يذولي، هيثم قرفة باش يعمل فيديو تلقاوه على باشتي، باش تزيدوا حتى انتوما تتواصلوا معاه، بارتاجيو الفيديو نتاعو باش نجموا نروحوا بولادنا لاباس سالمين غانمين. نعمل على الوعي نتاعكم، نعمل على الإحساس بالمسؤولية، الكلنا مسؤولين، والكلنا راهو نجمو نعاونو باللي نقدرو. قاعد في الدار عنده كونيكسيون، استغلها الكونيكسيون في حاجة باهية، راهو ولادنا مستحقين. عندنا قرابة 200 تونسي طالب في الجامعات الأوكرانية مرمي ما نعرفوش مصيرهم، وإن شاء الله كما وعدتكم إن شاء الله غدوة بقدرة ربي يهبط هيثم الفيديو ونهبطه على باشتي، وإن شاء الله باش تبارتاجيوه، وإن شاء الله يوصل للسلطات التونسية. ونتمنى إن وزارة الخارجية تكون متجاوبة، وأنا متأكدة من هذا لأني ما نشكش ولا لحظة في المجهود اللي عملوه، وكيما عملوا مجهود معانا انا متاكده باش يعملوا مجهود مع اولادنا اللي مشاو باش يقراوا، واللي هما بالنسبه لنا احنا كنز، اللي هما هذيك الثروه نتاعنا. تونس راهي ما عندهاش ثروات، ثرواتها في شبابها، في الجيل الجديد اللي باش يجي ان شاء الله وقت اللي نتعداو الازمه هذه. نطمنكم اللي لاباس بخير، اللي معايا الكل في الحجر الصحي الحمد لله يا ربي في صحه جيده، اونجير ظروف طيبه. وان شاء الله ان شاء الله استنوا مني لايف جديد نحكي فيه على اهم التطورات، وكما قلت لكم من فضلكم بارتاجيو، راهو الاحساس من المسؤوليه يبدا بارتاج صغير باش نجموا نوصلوا صوت الناس هذوما اللي هما في الغربه. واكيد اصحابي اللي تفرجوا توا فيكم اللي في الغربه وتعرفوا احساس ان واحد يحب يروح لبلاده، سورتو في ظروف كيما هكا صعيبه برشا، يزلنا نتكاتفوا الكل، يزلنا الكل نكونوا مع بعضنا يد واحده. شدوا دياركم، شدوا دياركم، هي فترة وتعدي، وإن شاء الله لاباس يا ربي. ما نطولش بركة، ما نطولش برشا كيما قلت لكم، وباش نعاود الميساج مرة أخرى اللي خلطوا جداد، مرحبا بكم الكل، سامحوني كي مانيش نذكر في الأسماء خاطر الرسالة هي أهم بالنسبة لي أنا. قرابة 200 طالب تونسي عالقين في أوكرانيا يحبوا يروحوا، لاقين صعوبات مع البنوك، لاقين صعوبات مع جامعاتهم باش يتواصلوا معاهم وياخذوا الإذن أنهم يهبطوا لتونس. واللي أهم هذا نتمنى تمشي طيارة تروح بهم. ولادنا مسؤولية الناس الكل، ولادنا اليوم كان حتى كان مش ولدك، نهار آخر تنجم يجي أزمة، في تجي الأزمة في ولدك أنت ولد تونس ولدنا الكل. نتمنى تبارتاجيو الفيديو وإن شاء الله يوصل، وإن شاء الله يا ربي نحاولوا نتواصلوا معاهم ونشجعوهم ونرفعوا معنوياتهم حتى لين يروحونا سالمين غانمين يا ربي. وشكرا، وليلتكم زينة إن شاء الله.